مفتاح الايقاف اي 0.0 نورمال كلوز ستارت رايت يمين اي 0.1 نورمال اوبن ستارت ليفت شمال اي 0.2 كان نورمال اوبن برضو موتور لاين يمين كيو 0.1 موتور اللي هو المين او اللاين شمال كيو 0.2 ستار كيو 0.3 دلتا كيو 0.4 تمام كانت دي مسميتها هي ولا اتغيرت؟ تمام بسرعه كده انا بشغل اللاين والستار مع بعض الاثنين مع بعض اللاين والستار لو هشغله يمين يبقى هشغل اللاين يمين مع الستار بعد زمن افصل الستار واشغل دلتا او اللاين شمال مع الستار وبعد زمن افصل الستار واشغل دلتا اللي بيتغير بس هو اللاين عشان خاطر يقلب فاستين فيغير الاتجاه الافضل ان انا اشغل الستار الافضل دايما ستار قبل المين ليه ها لا هو دايما ستار قبل الدلتا اكيد يفضل ستار قبل المين ها يعني طب ليه بيحصل شارز يا استاذ طب ما هو يعني هو الشارز هيحصل على طب ما هيحصل في الاثنين صح ها طب وانا عايز يعني انا ليه عملت كده هو ده السبب صح صح انت يعني انت نزلت تشتري من السوق كونتاكتور عارف ان الباور بتاع الستار بيكون اقل من الباور بتاع المين صح فهتشتري كونتاكتور ارخص يعني هو مش يعني مش بخل هو طبيعي هيشتغل زي الفل بس ما اجيش في الاخر القط الاول المين وبعد كده اخلي اللود كله يجي على الستار صح فانا بلقط الستار يبقى لقط من غير حمل وبعد كده دخل المين يبقى اللود كله على المين والمين كده كده انا جايبه يستحمل صح طيب عامه في الكنترول كان في طريقه حلوه ايه هي كان بيعمل كده يقول لك ادوس على المفتاح يشغل الستار والستار لما يشتغل يشغل المين اللاين صح ها وكان فعلا ده لا يمكن يشتغل لما دوت ايه يشتغل الاول في البي ال سي لو عملت الحركه دي مش هحس بيها لان الفرق ما بينهم ولا حاجه كي لان احنا اتفقنا ان انا عارف عمليا كبرنامج ده هيلقط قبل ده بس بره كهاردوير لو الكونتاكتور مش جامد قوي يعني هتلاقي الاثنين تقريبا قفلوا مع بعض كي عشان كده لو هعملها بالبي ال سي افضل احط تايمر لو هعملها بالبي ال سي افضل احط تايمر مش عندها تايمر بعد 1 ملي سكند او 2 ملي سكند يعمل فرق مثلا 5 ملي سكند ما بين الاثنين ولا حاجه يبقى ضمنت ان لقط الستار بعد 5 ملي سكند لقط المين اوكي لو انت فاهم الفكره خلاص انا هعمله عادي يلقط المين وبعد كده الستار بس خليك فاهم قصدي ايه الافضل ان يكون الستار الاول اوكي اي 0.1 اللي بيشغل يمين كيو 0.1 الاي 0.0 مفتاح قاف في حمايه ما بين الاتجاه اليمين والاتجاه الشمال تمام كيو 0.1 دوست اشتغل اللي هو اللاين اليمين او المين اليمين الاتجاه الثاني اي 0.2 لاتش من كيو 0.2 في مفتاح ايقاف الاي 0.0 في حمايه من الاتجاه الاولاني اللي هو الكيو 0.1 يروح يشغل الكيو 0.2 تمام يبقى لو دوست هيشتغل دوت ده ما يشتغلش لو دوست يشتغل دوت ده ما يشتغلش ده اللي هو اليمين والشمال ده اللي هو الموتور رايت ده الموتور ليفت سواء ده اشتغل او ده اشتغل عادي من اول ده تبقى دايره ستار دلتا طبيعيه خالص اقدر اقوله كده لو كيو 0.1 اشتغل او كيو 0.2 اشتغل يروح شغل مين؟ ستار اللي هي كام؟ كيو 0.3 محتاج لها لاتش؟ مش عارف هيبان واحنا شغالين هيبان دلوقتي بس اللي انا متاكد منه ان في حمايه مع كيو 0.1 كام؟ اللي هي الدلت صح؟
الايقاف متهيألي ملوش لازمه ما دام ما فيش لاتش، ما فيش لاتش كده كده لما افصل ده او ده ده هيفصل. كيو 0.3 لما يشتغل يروح شغل تايمر صح؟ ممكن امسح الكلام دوت؟ كيو 0. ولا افترض مثلا خليه برضه كيو 0.1 او 2 وهقول لك ليه انا عملت كده. لسبب معين هقول لك عليه بعد ما اخلص. برضه سواء ده اشتغل او ده اشتغل يروح يشغل تايمر. نوع طن تي 105 مثلا بيعد بال 100 ملي سكند الثانيه ب 10 3 ثواني يبقى 30. كيو 0.3 ما انا جاي لك هقول لك ليه انا عملت كده. ما عايز تقنعني ان هو جاي في الترتيب مش هيكون يعني اللي خلى دول هيقفلوا دول مش هيقفلوا؟ ما دام دخلت في اكيد نكمل في الاكيد. مليون المية لو قفلوا هنا يعني اكيد جرالهم ايه هنا؟ قفلوا صح؟ بس هقول لك ليه برضه انا ما عملتهاش كي 0.3 في سبب خلاني ما عملهاش كده. التايمر المفروض يعمل حاجتين، الاول يفصل هنا وبعد كده يعمل ايه؟ شغل هنا تمام. هقول له تي 105 كلوز يفتح هنا وتي 105 اوبن يلقط كيو 0.4 اللي هي الدلتا اللي هي معمول معاها انترلوك مع كيو 0.3 اللي هو يعتبر الستار صح؟ انا ليه استخدمت دوت ما استخدمتش كيو 0.3؟ لو كنت مشغل بكيو 0.3 لو كان فتح هنا الاول كان هيعمل ايه في نفسه؟ هيفصل فمش هيعرف يشغل هنا صح؟ كده ضمنت بالظبط. كنت اضطر ابدل بصراحه، كنت اضطر مش عايز امسح تاني، انا مكسل مش عايز امسح تاني. فاخترت كيو 0.1 كيو 0.2 ليه؟ لان هم مكملين شغل معايا لغايه يعني في حد منهم مكمل شغل لغايه ما نعمل ستوب في الاخر. يعني معناها التايمر هيشتغل هيشتغل وهيفضل مكمل شغل، وما دام فتح هنا مصلحه هيجي هنا مش هيفصل، ضمنت ان هو هيعمل ايه هنا؟ هيشغل هنا. يعني مش محتاج احط لاتش هنا حتى. اوكي؟ بما ان التايمر هيكمل شغل مع ان هو هيفضل فاتح هنا صح؟ ما عنديش مشكله. بما ان التايمر هيكمل شغل هيفضل قافل هنا صح؟ ما عنديش مشكله. لو جه شغل هنا الاول مش هيعرف عشان في حمايه، هيضطر الاول يعمل ايه؟ يفصل وبعد كده يشغل هنا. محتاجين لاتش؟ ها خلاص. فين الاي 0.0؟ ليه؟ ما انت كده كده لما تدوس على الاي 0.0 ده او ده الاتجاه ده او ده هيكون واقف، فده او ده هيكون فاتح، فده او ده هيكون فاتح، فده فصل، فده هيفتح، فده يفصل. فضل الجزء بتاع الكاونتر. كانت فكره كده قلنا نفكر فيها، ان هي ما اعرفش معناها ايه بس قلنا فكره نفكر فيها وخلاص. اجي اشغله يمين يشتغل يمين، فصلته، اجي اشغله يمين تاني ما يرضاش، يعني ما يشتغلش مرتين ورا بعض في نفس الاتجاه. تمام. نعملها ازاي مثلا؟ احنا خدنا سيدر هيت نجرب نستخدم سيدر ست. ممكن نقول له هو طبعا الكاونتر سهل بس عايزين نطبق على سيدر ست. لما كيو 0.1 يشتغل اعمل ست للام 0.1 تمام. ها ميركر اللي يعني تمام. الميركر لما يشتغل يروح قايل له ايه؟ يجي هنا كده يقول له بعد اذنك ما تشتغلش تاني. هل دي معناها انه فصل؟ لا بس هعرف اشغله تاني؟ نقطة سوري مغلقة يا هتفتح تاني. دوست ده اشتغل صح؟ أول ما اشتغل راح عمل ست للميركر احتفظ بحالته وفضل عمل ايه هنا؟ فضل اوبن. أجي اشغل تاني ما يرضاش. لما الاتجاه ده يشتغل يروح عامل ايه؟ صح؟ نفس الكلام كيو 0.2. يعني احنا ممكن بص اقول لكم حاجه، انا متفق معاكم ان احنا ما ينفعش نرسم اثنين تيرمينال لاين في نتورك واحده صح؟ الا لو انا فاهم كويس جدا. انا متاكد ان هنا مش هيأثروا مع بعض في حاجه، يعني عايز تعمل من هنا ده يعمل ريسيت للتاني وده يعمل ريسيت للتاني مش تفرق. بس خلينا فاصلين لهم احسن عشان ما يبقاش في لخبطه. ست للام 0.2 اللي هو هيفتح هنا
ثواني هبص عليه تاني. ايه ده؟ ده اول ما مشي يمين سجل عنده على الميموري سيت، يعني سجل على الميموري، سجل على الميموري بتاعت الميركر ان فلان اشتغل، فراح فتح هنا. فتح هنا معناها ايه؟ هيفضل مكمل شغل لان في نقطه تعويض، بس لما اجي افصل واشغل تاني ما يرضاش يشتغل. الحل الوحيد ان الاتجاه التاني يشتغل فيعمل ايه؟ ريسيت. تمام؟ او كان ممكن نعملها بكاونتر، ما الكاونتر ما يفرقش كتير عن الميركر يعني، صح؟ نعملها بكاونتر. انا هعملها لكم على الجنب بلون تاني مثلا. ايه ما فيش حاجه، هقول لكم الفكره ايه. ادي الكاونتر مش كيو 0.1 اللي كان بيعمل ست. طب ما هو الكاونتر كانه بيتعمل له ست لانه بيحتفظ بقيمته سي مثلا واحد. كاونتنج اب طبعا. واللي صفره مين؟ كيو 0.2. ايوه والعده واحده. ولما يعد عامل ايه؟ هتبقى دي ساعتها سي واحد. مش فارقه لان كده كده بيعدها عد الكاونتر. كلوز برضو هتفتح دي دي النقطه دي تبقى كلوز. ثواني تبقى كلوز لما اشغل هعرف اشغل، لو كانت اوبن يبقى مش هعرف اشغل من اساسه، صح؟ هدوس هيشتغل، فلما يشتغل يعد ان هو اشتغل مره، فيروح عامل ايه هنا؟ يفتح. هيفضل شغال بس مش هعرف اشغله تاني غير لما الاتجاه التاني يشتغل، فيروح عامل له ريسيت.